الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السائل يقول: هناك شاب يتبع لوليد الطليح بمدني، عندما سألناه عن الشيخ عبيد الجابري حفظه الله قال إنه خمجان، ما حكم هذه الطائفة؟ ومن هو وليد الطليح؟ وسألناه عن الشيخ رسلان قال كسلان. الزول بيتكلم في العلماء ديل بهذه الصورة، هذا سفيه من السفهاء، والإنسان لا يعبأ بكلام السفهاء. هؤلاء علماء ولهم قدرهم، الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، الشيخ رسلان، هم معروفون بالعلم وبالدعوة إلى المنهج السلفي القويم، وما يضرهم كلام مثل هذا. وده تابع لواحد اسمه من الطليح، والطليح ده ذاته تابع لواحد تاني اسمه الحجوري، والحجوري ده زول صاحب لسان سيء جدا في أهل العلم، فيسب العلماء سب شديد، حتى بلغ بسوء لسانه أن تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، وقال النبي أخطأ في وسائل الدعوة، الرسول أخطأ. طيب كان الرسول أخطأ، أنت بتأخذ دينك من منو تاني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مرجعك في دينك أنت، المرجع ربنا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطئ في وسائل الدعوة اللي بيقوله هو، والشيخ الفوزان قال هذا منهج الدعوة مش وسائل، هذا منهج الدعوة، مسألة كيف تخاطب الناس وكيف تكلمهم وكيف تنصح وكيف تعلم وكيف ترشد، هذا يسمى منهج دعوة مش وسائل دعوة. وسائل الدعوة زي الميكروفون ده، فهمت كلامي؟ زي الكتاب كده، هذه وسائل للدعوة. أما كيف تعلم وكيف تتكلم وكيف ترشد وبماذا تنصح، ده يسمى منهج دعوة. وربنا قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهل زول عاقل يصف النبي صلى الله عليه وسلم إنه أخطأ في المنهج؟ طيب أخطأ في المنهج والمرجع شنو؟ وهل ربنا سبحانه وتعالى أحالنا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطئ؟ ده كلام سيء جدا وقبيح. عشان كده العلماء الكبار كالشيخ الفوزان والشيخ ربيع وغيرهم من أهل العلم حذروا من هذا الرجل. عشان كده السلسلة دي كلها، حجوري والبتبع له، دي كلها مجموعة من الناس ما تلقي لهم بال ولا تسمع لهم، كلهم دي ما تسمع لهم ولا تشغل نفسك بهم. يجي يقول لك ده يتكلم في الشيخ رسلان، يتكلم في الشيخ عبيد الجابري. الشيخ عبيد حفظه الله تعالى، العلامة ابن باز لما سئل عن العلماء ذكر منهم، أو سئل عن الشيخ عبيد الجابري فقال هو من العلماء، هو من العلماء، وشهد له العلماء الكبار. فما في مساحة لأنه يطعن في واحد زي ده. طيب، السائل يقول: ما حكم من يرتدي الفنائل التي فيها أسماء لاعبي الكرة من الكفار ويلبس شاب من المسلمين؟ الفنائل دي يا أخواننا ما يجوز لبسها، فنيلة فيها صورة بتاعت لاعب ما يجوز لبسها، ولا يجوز اقتناء أبدا، لأنه ده فيه ترويج للكفرة والفسقة. والمسألة دي بتتعلق يا أخواننا بالعقيدة، لأنه الإنسان دائما الصورة اللي أنت بتعلقها، وتعليق أصلا محرم، حتى لو صورة مسلم ذاته خليه كافر، مسلم تعليق صورته محرم. لكن انتبه لمسألة تانية، الصورة اللي بتعلق دي بيرتبط بها ولاء وبراء. يعني ممكن تقول لي أنا لابس صورة الزول ده صدفة، ساي كده بس، ساي كده بس لبسها، أبدا. الناس اللي صنعوها ما صنعوها ساي، وانت لما لبسها ما لبسها ساي، لابد ان يكون لك شيء من المحبة
لهذا اللاعب او الكافر. وشان كده الكورة دي فيها بلاوي غير المحرمات الثانية، فيها بلاوي خطيرة جدا بتتعلق بالولاء والبراء، وده اخطر ما في الكورة. انت عارف الكورة دي الناس بيقول لك فيها محرمات، وده صحيح، اللبس العاردة حرام، تضيع الوقت حرام، تفويت الصلوات حرام، دي كلها محرمات، لكن اخطر ما في الكورة الولاء والبراء. لان الولاء والبراء اخوانا عقيدة، عقيدة، فهمت؟ تحب فلان وما تحب فلان دي عقيدة من صميم الإسلام. ولذلك تجد الآن عند المتعصبين للكورة عنده المرخابي ده كنه هلالابي، عنده المرخابي ده كعب بن إسرائيل، صح؟ ولا كلامي ده ما في محله؟ عندهم ولاء وبراء، يعني يقول لك الهلال لو لعب ضد إسرائيل بنشجع إسرائيل، ما بنشجع الهلال، فهمت؟ فالولاء والبراء في الكورة وفي الأشياء دي ده أخطر يا أخواننا، أخطر ما في الكورة. عشان كده زول انتبه للحاجات دي شديد، ما تعلق لك صورة بتاعت فنان، هو لو بجوز تعليق الصور كان تجيب صور العلماء الربانيين الناس المقتدى بهم تعلق صورهم، ده لو بجوز، لكن ما بجوز كله، لا صورة عالم ولا صورة غيره، كله ما بجوز، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لعن الله المصورين، كل ده مبجوز يا اخوان. طيب السائل بيقول احد الدعاة اسمه مختار بدري من يقول عن علماء يثرب، وطبعا كلمة تسمية يثرب دي ما صحيحة، زول يقول المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام سماها المدينة. طيب قال مذهبه فيه إشكال في العذر بالجهل، يعني علماء المدينة عندهم إشكال في العذر بالجهل. أول حاجة مختار هذا ده برضو زي الجبل ذاك، مختار هذا رجل سيء اللسان مع العلماء، يسب جميع العلماء الربانيين اللي طعنوا في زوله. انت عارف المشكلة عند كثير من الناس بيكون عنده زول مقدس، فهمتني؟ ده النظام كده، بيكون عنده زول مقدس، العلماء اللي طعنوا في زوله ده بينبذوا له كلهم، وبقول لك ده ما علماء. هسه لو سألت هذا المسمى مختار بدري تقول له من العلماء في العالم الإسلامي؟ العلماء منو؟ يقول لك العباد بس. هسه المختار والجماعة المعه يقول لك العالم العباد. ليه هم عندهم العالم فقط العباد؟ لأنه العباد ما بدع الحلبي بس ده كله. يعني اليوم لو العباد تكلم في الحلبي كويس، لو الشيخ العباد حفظه الله تعالى لو بدع الحلبي أو طعن فيه، بكرة حيطلع إن مختار والجماعة بتاعنه إنه زول ما عنده أي علاقة بالعلم وسفيه ساي، زي ما بيقول عن شيخ ربيع وشيخ عبيد والعلماء الكبار، يقول له سفها. يا اخ ما ممكن يا اخ، ده انسان غزر وصاحب عقيدة منحرفة، لانه تابع للحلبي، والحلبي ده هو بوابة الاخوانية والفكر الاخواني، وبوابة للتكفيرين، وبوابة لأهل الشر والضلال في العالم كله، هذا المدعو الحلبي. ومختار مع الزول ده، عشان كده انت شوف لا في حاجة اسمها مختار لا حلبي لا غيرهم، هؤلاء كلهم من اهل البدع، كلهم مختار على حلبي، فهمت؟ على الجماعة المعهم، هؤلاء من اهل البدع، وهؤلاء من شر اهل البدع. ولذلك في ناس هنا بيمشوا بيحضروا لهم مرات بسيط جدا، ده لا عنده علم، مختار ده لا عنده علم، لا يعرف لغة عربية، لا يعرف مسائل التكفير ذاتها ما يعرفها، هو قال الكفر كله كفر تكذيب، كل الكفر تكذيب فقط. والكفر انواع يا اخي، ذكر ابن القيم في مدارج السالكين ما تكذيب فقط. على اي حال ده لا يعرف لغه ولا يعرف منهج صحيح ولا يعرف كلام اهل العلم ولا عنده ادب في لسانه، ده ما عنده، فما بتستفيد منه اي حاجه، ما تمشي له.
سؤال ثاني قال كيف تقام الحجة على الجاهل بالكتاب والسنة أم غير ذلك؟ الحجة أخواننا تقام بأن يبلغ القرآن أو السنة للشخص المعين. طيب قال كيف تقام الحجة على الجاهل بالكتاب والسنة؟ قلنا الحجة تقام ببلوغ القرآن أو السنة للشخص المعين على وجه يفهمه، يعني بلغ القرآن بلغته السنة. طيب بلغ القرآن قلنا بلغته السنة على وجه يفهمه، مثلا ذول أعجمي أو ما يحسن فهم اللغة العربية ووقع في الشرك، تقول له قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ما فهم الكلام ده، تشرح له توقع عليه، احتمال يكون هو ذول لسانه أعجمي ما يفهم الكلام بالصورة دي، ما يفهمه، تشرح له لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فتشرح له. أول ما شرحت له الأدلة من الكتاب والسنة على المسألة المعينة كده قامت عليه الحجة، لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، من بلغ القرآن وبلغته السنة على وجه يفهم، يفهم، والضابط ده مهم، بلغ القرآن على وجه يفهمه، لأنه في ناس بيقول لك بس بلغ القرآن يعني أديته المصحف ده في يده كده الحجة بلغته خلاص، لا ما كده، ما كده، لأنه قد لا يفهم، قد لا يفهم القرآن، يبلغ القرآن والسنة على وجه يفهمه، بعد كده تكون قامت عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها. وأحيانا المسألة تحتاج إلى تفصيل، عشان كده مسألة العذر بالجهل من حيث تفصيلها وأحكام المعينين العلماء عندهم فيها اجتهادات واختلاف في مسألة تنزيل على المعين، لأنه من الناس من يحتاج إلى إزالة شبهة، ومن الناس من يحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح. عشان كده ابن تيمية عليه رحمة الله قال وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، وقال وحتى تزال عنه الشبهة. عشان كده يا أخواننا مسألة تكفير المعين دي ما مسألة زول يتساهل بها، ما تتساهل، في ناس الواحد بس شاف زول وقع في الشرك طوالي كفروا طوالي كده، المسألة تحتاج إلى تريث وتأني، ولئن يخطئ الإنسان في ترك إنسان أشرك وتخطئ تترك على الإسلام خير لك من أن تخطئ فتخرج إنسان مسلم عن الإسلام، يعني كونك أنت زول وقع في الشرك وتورعت ما كفرت، دي ما بتكون زي زول وقع في شرك لكنه ما كافر مركته برا الإسلام، ولذلك الواجب الزول يتورع من نادي، ما تستعجل، انت جابرك شنو ذاته، ما تستعجل في شيء انت قد يكون ما عندك دراية به. واضرب لك مثال، ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر في الفتاوى مسائل دي اخواننا مهمة ودقيقة، حديث الرجل اللي قال لأولاده أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، قال أنا إذا ما مت فاحرقوني، قال لأولاده أنا لو مت حرقوني ثم اسحنوني ثم أروا يوما شديد الريح
اختاروا لكم يوم يكون فيه هوى شديد. قال ثم ذروني في اليم. شتتوا، شفت الجسد ده فرتقوا كده كله كويس. قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب احد من العالمين. يا اخوانا كلام زول فهموا شنو؟ فهموا انه داير جسمه ده يسحنوا تمام ويفرتقوا شان الله ما يجمعوا تاني. ابن تيميه علق على الاثر قال وهذا شك في قدرة الله على اعادته اذا ذري. الكلام ده كفر ولا ما كفر؟ ده كفر راسه عدل صح؟ طيب الرجل ده ذاته قال فبعد ان فعل به لما مات عملوا له كده حرقوه شتتوه في الهواء. قال الله له يا عبدي كن فكان. بس كلمة واحدة كن، رجع تاني زي ما هو. قال له ما حملك على ما صنعت، انت عملت كده ليه؟ قال خشيتك يا رب. كان الحامل والدافع له خشية الله كويس؟ سبحان الله. قال فغفر الله له. يعني زي ده انت لو تعجلت وكفرته، فهمت كلامي؟ وهو عنده مانع من موانع التكفير ألا وهو الجهل. مانع ابن تيمية قال والمانع هنا الجهل. أيوة. إذن يا أخواننا الإنسان قد يقع في كفر صح، لكن هو ما كافر. ليه؟ لأنه عنده مانع من موانع التكفير، ذكروا هنا الجهل. أيضا في صحيح مسلم رجل جاء عند شجرة استظل بها، لما صحى قال وجد الدابة بتاعته عليها متاعه وشرابه، انطلقت الدابة بتاعته لقى ما في. طبعا ذول في الصحراء ده حيموت، فآيس منها، آيس خلاص من الحياة، فاضطجع في ظل الشجرة فنام. فلما استيقظ لما صحى من النوم لقى الدابة بتاعته قدامه واقفة كويس وعليها متاعه وشرابه. اتكيف جدا، داير يشكر الله. شوف شوف قال شنو، هو اتكيف داير يشكر الله انه جاب له الدابة بتاعته بعد ما آيس منها. قال اللهم انت عبدي وانا ربك. الكلام ده صح ولا ده كفر؟ انت عبدي قال لي وانا ربك، كلام ده كفر صح؟ كفر عديل ده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كفر، قال اخطأ من شدة الفرح. يعني زل فرحان لدرجة انه ما ركز بيقول في شنو ذاته. ولذلك الزول يا اخواننا لو بلغ من الفرح درجة ما يعرف ماذا يقول وقال له كلمة خطأ ما يكفر، ولو بلغ من الغضب درجة انه ما يدري ما يقول وقال له كلمة، الكلمة دي لو كفر ما بيكفر بها. لو طلق مرته الطلاق ما بقع، لأنه بلغ مرحلة من الغضب. العلماء بيسموها الإغلاق. الإغلاق ده لو قال لك انت منو ما بتعرف روحك، تكون خلاص كده بلغت مرحلة فاير من الغضب. تمام؟ عشان كده الإنسان يا اخواننا يتورع في مسألة التكفير، يتورع فيها، ما يرمي إنسان بالكفر حتى يعلم أنه ليس له مانع من موانع التكفير. ودي مسألة مهمة، زول ما يتعجل ساي شنو كل ما شفت لك حاجة ده كافر وده كافر وتكفر في الناس جزافا، كلام ده ما صحيح وليس من العلم في شيء. طيب قال ما حكم الفاتحة بعد الموت وبعد الصلاة المفروضة؟ الفاتحة بعد الموت دي طبعا بتاعت الصوفية بيعملوها لك بعد صلاة الجنازة. شفت كيف الناس صلوا الجنازة تمام وانتهوا من الصلاة طوال، يقوم صوفي تلقى صلى بهم فاتحة يا اخوانا الفاتحة.
او بعد ما يمرقوا بها تلقى شغالين بيهللوا وبيكبروا. يقول لك فوات ده كله يا اخواننا مف تهليل وتكبير، الناس ماشيين بالجنازه مف. الصحابه اثر عنهم قالوا كنا نكره رفع الصوت في ثلاث مواضع. موضع اول عند الذكر، الذكر ما بيرفعوا صوتهم، ذكر الله تمام، ذول بيذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. هسه يجيك صوفي درويش يدق لك نوبه وحوليه ويرقصوا وينقزوا، ده شنو ده؟ الذكر ذكر بتقعد في محلك ماشي في الشارع راكب في المواصلات تذكر في الله ما في مشكله تمام. كان يكره رفع الصوت في الذكر وفي تشييع الجنازه وفي القتال، ما بيرفع صوته في هذه المواضع. طيب الجنازة بعد ما صليت الجنازة ما في فاتحة تاني، ما ترفع يدك فاتحة. الفاتحة دي شنو دعاء له يعني؟ أيوة. الصلاة دي شنو دي؟ صلاة الجنازة دي شنو؟ ما دعاء؟ دعاء وشفاعة. أنت بعد ما دعيت وشفعت للميت تاني تقوم دار تدعو؟ وشنو؟ الناس ما بتفهم. يا أخي صلاة الجنازة شفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح مسلم قال ما من عبد يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا بشرط لا يشركون بالله شيئا. عشان ما تمش ترص لك جماعة 13 منهم تابعين للطريقة الفلانية وده تابعين لشنو وده بيحلف بالشيخ وده رابط لحجاب، ديل ما يصلوا، ديل ما عشان ما تضيع صلاتك ساي، ديل ما يصلوا لأنه ما بينفعوا بحاجة. قال 40 رجلا، 40 بس، لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. ديل الله بشفعهم طوالي في الزول ده. صلاه الجنازه شفاعه، بعد ما انتهي من الصلاه ثاني تقول تسوي لك فاتحه؟ هي الصلاه ما هي الفاتحه ذاتها، بمعنى الدعاء يعني هي الفاتحه ذاتها. صلاه الجنازه هو الدعاء للميت والشفاعه له. ما في ثاني فاتحه، انما يسن من السنه الدعاء بعد الفراغ من الدفن. انتبهوا للمواضع دي مهمة. بعد الفراغ من الدفن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني بعد ما الناس خلاص انتهوا من الغبر وسووا مسنم كده محدب انتهى الغبر الوقت ده الملائكة بتنزل بيسألوا الأسئلة بتاعت القبر. في الوقت ده انت بتدعو له والله يثبته. في واحدين جهلة واحد يوقف جنب الغبر يقول له يا فلان قول كده، وشنو يقول كده؟ انت قالوا دي بخره يعني في الامتحان ولا شنو؟ زي الدار يديه بخره وشففه. ما بتقول له قول كده، انت بتسال الله يثبته. ما في حق قول هو القول ده عارفه، لكن القول ما قول اللسان، القول ده عمله زمان. انت بتدعو له الله يثبته كويس، زي ما ربنا قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وبالتالي ده موضع الدعاء. لكن ما تبي تسوي لك فواتح بتاع الصوفيه تلقى جماعه ورافعين يدين نص ساعه فهمت بعد صلاه الجنازه، وفي مواضع اصلا ما مواضع بتاعت دعاء، فدي كلها ما بتجوز. ثانيا بعد الصلوات المكتوبه ما في دعاء جماعي، دعاء جماعي ما في. والدعاء الفردي ذاته براك انت براك ما تعتاد عليه. لو فعلت مره واحده الشيخ ابن باز يقول خالفت السنة. لو ساي انت يوم بقيت بتدعو براك بعد الصلاة المفروضة خالفت السنة. لو اعتدت عليه بقيت تفعله طوالي صارت بدعة من البدع تمام. اما الدعاء بعد النافلة مش الفريضة، بعد النافلة كويس، ده اذا الانسان ما اعتاد عليه شيخ ابن باز يقول عند الحاجة فيجوز. يعني انت محتاج تدعو ربنا سبحانه وتعالى في أمر مهم، أمر طارئ، بعد النافلة. انتبهوا يا أخواننا، بعد النافلة مش الفريضة. بعد الفريضة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، إنما بعد النافلة ففيه الحديث في الدعاء دبر الصلاة، هو الحديث الوارد، لكن الإنسان ما يعتاد عليه في كل نافلة. حكم التبليغ،
التبليغ يعني تبلغ الناس صوت الإمام خلفه في الصلوات، الإمام وخلفه واحد من المأمومين. طبعا ما في وظيفة معينة يسمى المأمون، زي السودان هنا السودانيين عندهم واحد يقول لك أنا المأمون بتاع الصلاة، نظام إنه في وظيفة ما في، كلهم يسمون المأمومين الوردين كلهم، تمام. واحد منهم بيبلغ الصوت للناس الورا إذا كان الناس ما بيسمعوا، بشرط إذا ما بيسمعوا الكهرباء قطعت مثلا والمسجد كبير، في ناس بيصلوا بيجاية من المسجد شمال المسجد وراء الحريم بيصلوا هناك مسافة بعيدة، الكهرباء قطعت صوت الإمام ما بالغ، انت بتبلغ يعني بتوصل صوت الإمام للناس. السنة انه تعملوا لو كان المكان كبير وصوت الإمام ما بيصل للناس، اما لو كان صوت الإمام واصل ما بيجوز تبلغ ابدا ويعتبر مخالفة للسنة، ولو اعتاد الإنسان تبقى بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة من خلفه ما كان بيبلغوا، الدين منه كان بيبلغ وراه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر الله أكبر واحد زي ده وراه زي ما بيعمل عندنا هنا، منو كان بيعمل زي ده؟ إنما فعله بكر الصديق زي ما في حديث عائشة يوم مرض الرسول عليه الصلاة والسلام، لما مرض فعله بكر الصديق وصار يبلغ يوصل الناس تكبير النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده العلماء قالوا دي بتكون لما يكون صوت الإمام ما بالغ للناس ما واصلهم، انت بتبلغ بتوصله صوت الإمام، ده المفهوم بتاع التبليغ. أما اللي بيعملوا السودانيين الآن في بعض أقوال أهل العلم من أهل المذاهب قالوا لو تعمد الإنسان، لو تعمد وهو يعلم بطل الصلاة، تقعد تبلغ وانت تعلم انه الان صوت الامام ده واصل للناس بميكروفون وانت ما عندك ميكروفون، الامام بميكروفون، تتعمد تبلغ بطل صلاتك طوالي، لانه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وده يعتبر كلام خارج الصلاه لانه ما عنده علاقه مع مصلحه الصلاه، ما عنده علاقه معه تبليغ بتاع زول والامام بيصلي بميكروفون بالغ للناس كلهم، ما عنده علاقه مع مصلحه الصلاه، يبقى هذا التبليغ كلام خارج عن مصلحة الصلاة ويبطل الصلاة، هذا على قول بعض أهل العلم. طيب قال تفسير قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذه لا تتكلم عن أحكام النسخ، وأحكام النسخ دي أحكام طويلة بتلقاها في علوم القرآن. باختصار النسخ أحيانا يكون نسخ الحكم، الآية باقية موجودة ينسخ الحكم بتاعه، وأحيانا النسخ يكون نسخ اللفظ والحكم باقي، كآية رجم الزاني المحصن أو الزانية المحصنة، رجمهم الحكم موجود، أما الآية النص نسخ، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نسخ اللفظ، اللفظ منسوخ ما موجود في المصحف لكن الحكم باقي، فأحيانا ينسخ اللفظ والحكم باقي، وأحيانا ينسخ الحكم واللفظ باقي، ولله تبارك وتعالى الحكمة البالغة في ذلك. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، نواصل الحلقة القادمة، وصلى الله على نبينا محمد.